اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل توقف إجباري على تطبيقكم تيمون. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق تيمو. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيمو. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط